وعلى فكرة أنا خدت الدور بقى من غير لا واسطة ولا كفتة ولا الحركات دي كله بجميلي. بالمناسبة دي أحب أشكر سي في. وشك في الفيديو عشان بجد كان وشه حلو قوي عليا. وبعد كده بقى ماسكه بقى مدير أعمال يعني. بقولك ايه؟ عايز اتكلم. اتفضل يا سيدي. حاسس ان في مشاعر ناحية هند. مشاعر ناحية هند؟ انت ايه حكايتك يا عم؟ شوية لا اسيبها، شوية لا هايدي، شوية لا هند، ايه يا عم؟ عمي لا بقولك ايه؟ اتكلم معاك كويس. انا سليم جديد. انا ممكن ازعق واشتم. انا ممكن يبقى جوايا وحش وانا معرفش. والله انا لو اعرف ان الاكتئاب هيغيرك كنت جبتهولك من زمان. انت ولا عملت حاجة. هي اللي غيرتني. هي مين؟ هند. هند غيرتك. ماشي. انا هعمل بقى ولا كأني سمعت اي حاجة. ليه ما سمعتش ليه؟ جالك طرش في ودانك ولا ايه؟ طرش في وداني؟ يا وصلت لكده يا سليم؟ ما انا بقولك سليم جديد. طب بص يا عم سليم يا جديد، اللي انت فيه ده مجرد احساس ان انت اتصدمت في واحدة فحبيت تعوضها بواحدة تانية، مش اكتر من كده. انت ازاي تحكم عليا؟ هو انت اللي بتحس ولا انا؟ انا حاسس بيكوا انتوا الاتنين. وصراحة يعني هي استحالة ترجع لك. ليه؟ انت اتكلمت معاها في حاجة ولا ايه؟ اتكلمت معاها واتكلمت معاك. بص يا سليم، يعني متهيألي تركز على شغلك، على الأقل تثبت لنفسك إن أنت بقيت بني آدم جديد. انسى هند.